السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم جميعا؟ النهاردة هنعمل وصفة أم علي، وصفة سهلة ومقاديرها في بيتنا كلنا. عندنا عجينة ميلفي، أنا بجيبها من الفرن عادي. ممكن لو مفيش العجينة دي مش لاقياها، في كرواسون، ممكن فطير مشلتت، تجيبي جلاش كده تقطعيه وتحطي عليه زبدة وتدخليه الفرن ياخد لون تحمير كده حلو. في عجينة الباف بيستري طبعا هو الأساس، يعني بتجيبيها من السوبر ماركت، بتبقى عجينة وبتخبزيها في الفرن. عندنا 2 فانيليا، عندنا 2 قشطة، علبة كريمة لباني صغيرة، كيلو لبن مغلي، 5 6 مكعبات زبدة، 7 معالق سكر، مكسرات بقى اللي تحبيه واللي عندك، لو من غير مكسرات برضو ما فيش هتبقى حلوة برضو، وقرفة. القرفة بتدي طعم حلو، هي مش أساس وصفة أم علي إنما بتدي طعم حلو قوي. يلا نبدأ. أول حاجة عملتها حطيت السكر والزبدة في اللبن عشان يدوبوا، تمام، وهحط عليهم الفانيليا. والكريمة اللبانية. وهقلبهم كده كلهم كويس، الزبدة والسكر والفانيليا والكريمة اللباني في اللبن، تمام كده. وهكسر بقى العجينة الميلفي دي كلها في البايركس بتاعي. كسرت الميلفي بتاعي كله بالشكل ده قطع صغيرة، وحط عليه المكسرات. تمام كده. وابدأ بقى اصب اللبن. حطيت كل كمية اللبن بتاعتي على الميلفي، وفعلا المقدار كده مظبوط قوي. هبدأ بقى احط القشطة. وخلاص كده فردت كل كمية القشطة بتاعتي. الفرن سخن، هحطها حوالي 10 دقايق ربع ساعة في الفرن. بعد كده هفتح الشواية عشان تاخد لون حلو، ما عنديش اي حاجة عايزة تستوي، هي بس تاخد لون حلو. وده شكلها بعد ما طلعناها من الفرن، ريحتها حلوة قوي وريحة القرفة فيها هتجنن. عاوز اقولك ان الكريمة اللباني مش اساسي خالص في الوصفة، هي بتدي طعم حلو بس الوصفة شغالة من غيرها عادي. والقشطة برضو مش اساسي، كده كده لما هتفتحي الشواية هيدي لون حلو. المكسرات برضو مش اساسي، الاساس هو العجينة اللي بتحطيها، سواء ميلفي، باف بيستري، كرواسون، الفطير، الجلاش، واللبن والسكر والفانيليا، بس كده. عشان كده بقولك المقادير موجودة في كل بيت. اتمنى تجربوها واتمنى تعجبكم، والسلام عليكم.